الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تعالت أصوات المسلمين في هذا اليوم بالتكبير الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير الله أكبر ما تنزلت عليها رحمة الله العلي القدير الله أكبر ما تقارن قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعمل من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفتح الأكبر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون هذا يوم من أيام الله المباركة جمعكم في صباحه المبارك على طهارة وتقوى بعد أن أديتم فريضة الصوم خلال شهر مضى بحمد الله وتوفيقه فها أنتم الآن تضعون يدكم في يد الله تتسلمون من جائزة التوفيق في صوم رمضان وتمارسون فرحتكم الكبرى التي أنعم الله بها عليكم عن جدارة واستحقاق فهنيئا لكم ما صمتم وما أفطرتم وما فرحتم اليوم بصومكم وفطركم وإنه لأمر عظيم أن ترتفع أصوات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا اليوم الجليل بالتكبير والتهليل الجميع ركابهم واحد وإحساسهم بالرضا واحد ودعواته من الله سبحانه وتعالى هامية تسمى على الخضوع لجبروته والإذعان بحبه وتقديره وليس هذا الشعار تعبير عن إيمان الأمة بربها ولكنه اختيار من الله سبحانه وتعالى حين خاطبنا عباده بحبه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولعل من أعظم ممتازة في هذا الصباح أن الدعاء فيه متقبل مستجاب فقد أقبل الحق سبحانه وتعالى على مشروعية التكبير لاستقبال العيد بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولعل تطيب الآيات على هذا النحو في خالد وليس تطيب هذه الآيات على هذا النحو في خالد من الحكمة وإنما هو تطيب يعبر عن استحقاق الداعين لأن يستجيب الله له أليسوا قد صلوا الشهر كله وقاموه أليسوا قد أحسنوا إلى أنفسهم حين عصموا جوارحهم من ارتكاب المعاصي ثم أليسوا قد فرغوا من توزيع زكاة فطرهم قبل أن يقضوا إلى مصلاهم امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أخرها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ثم ليسوا قد قاموا بعمل جماعي على القضاء على صورة فاقة في صباح عيد الفطر إنهم بهذا العمل جديرون أن يستجاب لهم إلى ما دعوا الله عز وجل وهو قريب منهم والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله إن الإسلام سن أعياد هذه الأمة وربطها بمناسبة عامة هي الفراغ من أداء عبادة شاملة فعيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة جعله الله على استكمال الصلوات المكتوبة وعيد الفطر المبارك يأتي بعد استكمال شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك
يأتي بعد استكمال الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وهكذا نجد أن الأعياد الإسلامية تأتي بعد استكمال العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في عيدنا قدسا ولكل قوم عيد، وهذا عيدنا، إني مرسلت بحلبية سمحاء. هذه عبارات نبوية قالها صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى يثرب ولهم يومان يلعبون فيهما، فسألهم عن ذلك ثم قال: إن الله قد أبدى لكم خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، إن المؤمن دائما في شغل شاغل عن معاني الدنيا بمعاني الآخرة، فهو إذا صام صام لله، وإذا صلى صلى لله، وإذا زكى فذلك لله، وإذا احتفل بعيد من الأعياد المشروعة جعل ذلك لله. فالله سبحانه وتعالى يثيبه على كل عمل قام به لله، حتى الخطوة التي يخطوها في سبيل الله، والكلمة التي يقولها أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر. وصدق الله العظيم في يقول ذلك لأنهم لا يصيبهم مرض ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. المؤمن في فكر دائم فيما يقربه إلى الله إلى الله، فإذا صادفه التوفيق في عبادته كان له أن يفرح بما آتاه الله من فضله، إذ ليس في حياته ما يفرح له إلا أنه أدى واجبه وامتثل أمر ربه. ومن هناك كان للعبد المؤمن جائزة ربانية يستريح خلالها من مشقة الرحلة التعبدية من صيام أو حج إلى بيت الله الحرام. من أجل هذا أيها الإخوة، ينبغي أن يكون احتفال المسلم موصولا بمعاني الآخرة. وليس معنى هذا أن مع أنفسنا من ظلم بعض صنوف الدهر البريء، فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولدينك عليك حقا، ولأولادك عليك حقا، فأعط لكل ذي حق حقا. فبعض الناس أيها الإخوة يفهمون العيد على أنه انطلاق للغرائز المكبوتة وممارسة للفضلى في غير تحرج أو حياء، وتجاوز للمألوف من العادات والتقاليد الموروثة التي تعد من أهم سمات مجتمعنا الإسلامي. وقد أهان الشباب على هذا التصور المريض لمعنى العيد ما تقوله وسائل الإعلام من ألوان الاحتفال بالعيد في بلاد أوروبا. فالعيد هناك أيها الإخوة غير العيد هنا، المناسبة مختلفة. فإذا عرفنا أن بعض البلدان يحتفل بعيد من أعياده، بأن تجتمع الفتيات والفتيان في ميدان واحد للرقص واللهو والافتراض، فإن لمجتمع هذا تقاليده وشعاراته التي تنتمي إلى دينه. أما نحن المسلمين فإن عيدنا ليس مناسبة تاريخية أو وثنية، بل هو أمر ديني. ومن ثم يجب أن يكون احتفالنا على شرط الدين الذي لم يكلفنا ما لا نطيق، لقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولم يفرق فيهنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الإخوة المؤمنون، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أكرمنا الله في هذا اليوم المبارك بعيدين: عيد الفطر السعيد ويوم الجمعة عيد في عيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم. استغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر،
وواصل لهم مواسم الخير ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصر. أحمده سبحانه وتعالى وهو أحق أن يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها الإخوة، لقد انقضى رمضان ورحل عنا، فودعوه وداعا من يريد الفرار ليس بعده من تلا، وشيعوه بتوبة صادقة إذ لا يدري أحدنا أن يبلغه مرة أخرى أو يأتيه أجله المحتوم. فاعمروا أيها الإخوة ما بقي من عمركم في طاعة الله، وتزودوا بخير الزاد ليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تقولوا قد ذهب رمضان وتستهدوا شر شوال بالفسوق والعصيان، فإن المعبود هو الله لا رمضان، ولا حد ولا أجل لعمل المؤمن دون الموت. قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وهو يخبر نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصومه عليه مردود. وكان كمن شيد قصرا فاخر الأثاث ثم أقبل عليه فأحرقه، وكان كالمرأة التي نقضت غزلها بعد أن أحكمت وأبرمت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة المؤمنون، في شهر رمضان يغفر الله ذنوب المذنبين وتبيض وجوههم من أثر رحمة الله، إلا ذنوب مدمن خمر وعاق لوالده ومشاحي. أقف هنا لحظة أيها الإخوة لأحذر هؤلاء الأشخاص الثلاثة من عذاب الله وعقابه إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تعالى. أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم فلا تهلكوها، اتق الله في نفسك يا مدمن خمر، تب إلى ربك وارجع إليه قبل فوات الأوان، واعلم أن الخمر أم الخبائث، وتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اتق الله في نفسك أيها العاق لوالديك، اذهب إلى والديك إنهما على قيد الحياة واطلب رضاهما، وتذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وأقول للمشاهد: اذهب إلى خصمك وأظهر له البشاشة في وجهه واطلب منه أكبر. عباد الله، عليكم بتقوى الله عز وجل في جميع الأمور، فإن تقوى الله عز وجل هي سبب السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها الإخوة، لو تحلى كل فرد بالتقوى لحسن عمله وخلصت نيته واستقام على الهدى، ولو تحلى كل مسؤول واتصف بالتقوى لأقام العدل وأبطل الظلم، ولو تذوق الغني طعم التقوى لأعطى واتقى وصدق من حسنى ورحم الفقير والمسكين واليتيم والأرملة، ولو تزينت المرأة بزينة التقوى لصانت عرضها وحفظت شرفها وأطاعت زوجها وربت أولادها على الدين والخلق العظيم، ولما خرجت في الشوارع متبرجة لتفتن الناظرين. ولو أدرك الشعب معنى التقوى لما وقعت جريمة وما شاعت فتنة، ولنزعت الأحقاد من الصدور وأصبحنا إخوانا على سرور المتقابلين. فالتقوى أيها الإخوة هي العلاج لكل مجتمع مريض، وهي أساس صلاح الأعمال كلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، والمحاسبة المثمرة هي التي يعقبها الندم على المعصية. فهلما أخي المسلم لنتساءل عن حقوق الله عز وجل، هل أديتها على الوجه الأكمل؟ هل دمعت عيناك يوما من خشية الله وقد علمت أن النار لا تدخلها عين بكت من خشية الله؟ هل أديت الصلاة في أوقاتها بخشوعها وركوعها وسجودها؟ إذا لم تمتثل أمر الله عز وجل في هذا الأمر كله فستندم يوم القيامة، ولا ينفع كذلك الندم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا الله إخواني وصوموا 6 أيام من شوال، فقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام جميع العام. ثم إذا انقلبتم من صلاتكم فارجعوا من طريق أخرى وتصافحوا وتسامحوا وتغافروا وتعاونوا على البر والتقوى، وكونوا عباد الله إخوانا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما. قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين الحنفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين من 10 الكرام البررة المبشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين وخصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، واحفظه في ولي عهده الأمين الجليل مولاي الحسن، وأقر عينه بشقيقه مولاي راشد، واحفظه في سائر أسرته الملكية، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيدي العروبة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وارفع مقامهما في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشفع شتات المسلمين ووحد صفوفهم واشفع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وخلص قدسك الشريف من يد السهايرة الغاصبين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجميع المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الإمن والإيمان، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا يا رب العالمين. واصلح اللهم أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. وأخيرا إخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإخوان الذين قاموا بتجهيز وتسهيل هذا الحفل الديني. اللهم احفظهم في صحتهم وفي أولادهم وفي أموالهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم كن لهم وليا ومعينا وحافظا ونصيرا. اللهم اجعل مقامهم في أعلى المقامات، ونحن فما علينا أيها الإخوة إلا أن ندعو لهم بالخير ونكون عند حسن ظنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعيدكم مبارك كريم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. آمين يا رب العالمين.